السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم معنا بماي لوفلي تويز. اليوم لعبتنا هي سرير باربي، كتير جاي مع اكسسوارات حلوين وجاي كمان معه باربي، وموديل التخت كتير حلو وهي من ألعاب باربي الأصلية. في غرف تانية متوفرة، في الحمام وفي غرفة السفرة وهذا التخت اللي معنا اليوم، في كمان غرفة غسيل الملابس، هدول اللي كانوا موجودين. بس خبروني أي غرفة حابين تشوفوها. هلا خلونا نفتح اللعبة ونتعرف عليها أكثر. هاي بعد ما فكيته من التثبيت، انتم شايفين تفاصيل التخت كتير دقيقة وحلوة. هون في عقدة أو فيونكة، هون في الحذاء تبع باربي، هون كمان موجودة الفيونكة، كتير تصميمه حلو مثل ما شايفين من هون، من 4 جهات نفس الشي نفس التصميم. هون في الوسادة أو المخدة تبع باربي، مرسوم عليها كمان الشعار، هون في مكتوب حرف بي كمان مرسوم الشعار، ومزخرفة كمان بفيونكا، كتير تصميمها حلو. كمان من هون موديله كتير حلو، السرير مثل كأنه في قماش، كتير تصميمه حلو. نفس الشي من هذا الطرف، من هون كمان مكتوب حرف بي، ومن هون كمان. أكيد معناته باربي. جاي مع التخت هاي التريا، تتركب بهذا الشكل، تتعلق هون، كتير كتير حلوة وكتير عاطية التخت موديل كتير حلو. مثل ما قلنا كمان جاي باربي مع التخت، شعراتها شقر كتير كتير حلوين وناعمين، طبعا باربي أصلية. لابسة بيجامة كتير كتير حلوة لونها زهري وبنفسجي، وهون عليها فيونكا لونها بنفسجي كتير حلوة. طبعا باربي بتحرك ايديها، بتحرك راسها، بتحرك رجليها، بتحرك ركبتها. نقعد على التخت، جاي كمان مع السرير هاي الطاولة لونها فوشيا وموف من هون، كمان عليها فيونكات، فيها أمكنة كمان عشان نحط الإكسسوارات اللي جاية مع الطاولة. كمان هون في فيونكا مزينة كمان شرايط، كمان هون مكتوب حرف بي باربي. كتير شكلها حلو الطاولة، كتير تصميمها حلو، ألوانها حلوة، حطها جنب التخت. هلا نشوف الاكسسوارات اللي جايه معه. اول شي جايه هي يمكن منبه او الايبود، نحطه هون كان هون. مثل ما شايفين في هون فراغات، هون في قطعه مثبت فيها الاكسسوارات عشان ما يوقعوا. طبعا بنحطها بالمكان اللي بدنا اياه، كان هون او هون، وين ما حبينا بنقدر نحطها.
تاني شي معنا علبة العطر أو البارفان، كمان مكتوب عليها بي وعليها فيونكا، كتير لونها حلو، كمان بتتثبت هون. آخر شي جاي مع الطاولة هو الساعة المنبه على شكل قلب ولونها فوشيا، كمان عليها فيونكا من هون. طبعا كمان إلها قطعة للتسبيل، حطها مثبتة هون على الطاولة، حطها هون مثلا. هيك بنكون ثبتنا كل الغرام عشان ما يوقعوا، حطها هون جنب الباربي. كمان جاي مع الغرفة هذا الحذاء، حذاء للبيت كمان بس إله كعب، نلبسها يا للباربي. آخر شي معنا اليوم هي البطانية تبع باربي تبع السرير، كتير عليها رسمات حلوين، عليها جواهر وإكسسوارات مثل ما شايفين، هون في عقد، هون في خاتم وأنينة عطر، كتير عليها رسمات حلوة، حتى هون في حلق كتير كتير حلوة. نغطيها فيها للباربي بدنا نجرب نحطها. نسلح الحذاء أول شي، نسطحها على التخت، ونغطيها. هيك بتكون باربي صارت جاهزة للنوم. تصبحوا على خير. وهيك كانت لعبتنا لليوم، لعبة سرير باربي، كتير كتير حلو، كتير حبيته، ان شاء الله تكونوا حبيتوه مثلي. مثل ما قلت لكم لو حابين تشوفوا غرف تانية خبروني بالتعليقات، ما تنسوا تحطوا لنا لايك، ولو اول مره بتشوفونا ما تنسوا تشتركوا معنا بالقناه لتوصلكم الفيديوهات الجديده، والسلام عليكم.